مساكم الله بالخير والنور والسرور جماعة. رسالة بسيطة بس استفسار، والله أنا استفسر منكم إنزين جماعة. إذا أنا أطالب حد فلوس، أوكي، أنا أطالب حد مبلغ، كيف أروح أقول له جيب فلوسي من دون ما هو يزعل ولا أنا أزعل؟ والله والله أنا ما فهمت. فهمت؟ لا يعني أنا تو أبغى فلوسي بالضراضي أدعيه، هو يعرف بس عمره مجنون. شوف فوق شوف حتى ورا معبي بترول، وين فلوسي؟ لا 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 والله أمانة أمانة، أنتوا كيف تروحوا تطلبوا المبلغ؟ يعني كيف كيف تقولوا له جيب فلوسي من دون ما حد يزعل؟ هل تروحوا لاتصال أو فويس؟ لأنه أخبركم شيء، أو أنت تدعي فلوس، أنا طالبك، أنت مفروض تعطيني فلوسي، متفقين؟ أرجع لك تاريخ فلاني، حلو، مر 10 شهور وين فلوسي؟ 10 شهور والله باغي فلوسي، أوين بعطيك وين؟ كيف تنازعني فلوسي؟ أوين بعطيك؟ لا تشكلي فلوسي. أوكي تتصل فيه؟ أوين هو يسكر أنا لكنه هو مشغول يعني. بيزي يعطي لك رسالة، إيه يعطيه بيزي إيه ميتينج. أبو الشباب اتصل فيك من 10 شهور أنت في ميتينج، متى بتطلع؟ أقسم بالله والله شركة بيلا وش تسوي؟ وين؟ أوين؟ يا الله بصيح والله. أما فلوسي تو كيف أروح له إنه من دون ما هو يزعل؟ أرجوكم أعطوني حل لأني أحسني واجد محترم وما أبغى أزعله. أوين كبير ندخل لاند كروزر بي والله العظيم طريقة محترمة. أوين بعطيك بعطيك ما قلت لك بعطيك أسبوع الجاي أسبوع فجماعة سؤال سؤال من يعني صار 10 شهور هو يقول لي أسبوع الجاي أسبوع الجاي أسبوع الجاي زي ما قال أسبوع الجاي هذا ولا يوصل السبت يضرب سكيب. أقسم بالله تو حقيقي حقيقي أرجوكم أرجوكم يعني فأبغى الحل يعني كيف استرجع فلوسي من دون ما هذا الشخص يزعل؟ أقول لا بعلي عصب أنا بق... أنا... أنت سؤال سؤال ليش تعصب يا مناجي أطلب فلوسي؟ أصبرو تستحي والله مفروض تستحي مفروض تهرب من هذا السؤال يا عصب. أوين ما قالك بعطيك أوين وفي اتصال إيه؟ إيه فلوسي المدير أنت مرة الجاية أي حد يبغى سلف يجيب تشيك لأن بدخله في بنك وتفاهم انت والله العظيم لأن ما طبيعي وقع الأوراق والله العظيم أقسم بالله العظيم أوين اسمع اسمع راح تطلب فلوس ها انت سلفته مثلا نقول 100 ترى انت عندك إعلان واحد تحسب لي قص تحسب لي مستحيل أقسم بالله مستحيل أوين إعلان واحد ترجع 100 له خلاص فلوسي أنا عبد يا رجال وانت جاي طلب سلفته ما جاي انت جاي شوف 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 هو طالب هدية سؤال سؤال جاء قال لي أنا متأزم كذا أبغى شوف يوم تطلب مني يا تقول لي برجع لك تاريخ فلاني يا تطلب التسكيت يعني إنه ما يرجع أو قل لي برجع لك أوين برجع شوف ها لا تسلف أي واحد يقول لك برجع لك ما حصل فلوس لأنه ما بيحصل واحد متسلف هو متسلف فهمت لا فأرجوكم أرجوكم أي واحد قال برجع لك تاريخ فلاني وشوف هذا المسج رجع فلوسي يا أخي ما يصير والله ما يصير ما يستوي ما يستوي يا الله ولا أمين مسمع أمين صار فيه سكر ما يسكر أمين كأنه هو يدعي أنت ما تستحي لا لا حقيقة حتى وأنا بخرج عن صمتي يعني وفر عارفوا القهر وين القهر أنت الداعي تعرف يعني عادي مثلا الداعي مثلا أعطيك مثال بس ها الداعي 500 ريال أنت الداعي انت طالب هذا الرجال تدخل سنابه يسافر اكثر عنك كل يوم ياكل في مطعم انت بفلوس من تروح هذا اقسم بالله والله يا اخي ما اعرف انا ما فهمت يعني يعني يا يعني لا بعدين الحيوان يعني انت طالبه يجيه مره ثانيه بعدين يطلب انزين تنفع لي اول بعدين أنا بس أقولكم رسالتي أبغى أول شيء أعرف كيف ترجعوا فلوسكم من الناس اللي تطالبوهم والله كتبوا رسائل والله بحط لأنه في ضحايا غير يريد يستفيدوا إنزين ف في ضحايا ثانيين
فانتوا حطوا كومنتاتكم، انا انتظر اسمع الرد. بسم الله. ايوه، وبس تعقيب اخر، اي احد بيطلب مني شيء او مبلغ او شيء يجيب اوراق، يجيب اوراق بطاقته الشخصيه، بطاقته الشخصيه يصور ورا وقدام. شوف تمويل اسوي نفس الشيء، نفس البروسيس مال البنوك، افتح شركه ايوه. سلفني ومن دون فايد بقع فلوسي بس. لا سؤال سؤال يا اخي، نتكلم بواقعيه، انت الحيوان انا يعني انت انا متسلف منك، يعني انت متسلف مني مثلا 50 ريال يا اخي شهريا، هذا العشرة بتصور في سناب راح مطاعم، دفع لي دفع لي العشرة اقل تخدير، يعني دفع لي العشرة شهر اللي بعد دفع عشرة يكون صبرتني 5 شهور يمكن. لا 50 5 شهور يا اخي لا تتسلف من حد، لا انت انت خاصة تمر في الظروف روح بنك، لان انت نوعك البنكي ادبه خلي الادب والله. شو دعم بترول ما رامين ودي فل والله باي. لا لا تو بيجي يرسل لي، يعني اللي في سناب كنت تقصدني ها؟ ايوه يعني انت انت ايوه يعني عاد اللي يحس يحس يعني. لا ترد عليهم هذيلا، اذا رسل لك باسمه يصال لك سعد. لا لا عاد تو يمكن كان ناوي يدفع بعد شهرين بيخليهم تشوف. جنبه خلاص ما يحتاج وين تخبره، يكفي هذا الستوري، هذا النوع عادي هو يشيل الستوري مالك يحطه عنده بعده عادي عادي والله عادي. يا الله البقاحة يعني كاك من دون استحياء، وعادي يجي يطلبك مرة بعد. يا الله والله قهر قهر. كلمة كمان بعد يقول له وين روح، قل له إذا تخاف الله أو وين أعطيني، هذا يخافوا والله هذيلا، هذيلا يخافوا شيء، هذه ناس من دون قلب، هذه يا اخي بين محتاجين هنا. والله اقسم نفسي اعرف كم معطنهم انت، 20,000,000,000 والله ارجوك يعني ها يا اخي رجع فلوس الرجال خلاص تعبان بيمرض. ايه والله والله شوف انا كنت صغير شفته طلع لي شعر ابيض هنا، هذا هذا منك انت رجع يا سليف ايوه يا حرامي. مش كيف تقولي راح اشتكي عليه بينك أمام هذا النوع تروح تشتكي عليه؟ عندك أوراق؟ عندك ثباتات؟ وبعد تشتكي وتهددني؟ وتهددني؟ وتهددني أنا زبلوزة. أقسم بالله أعرف ناس سنوات رب الكعبة سنوات زين يروح لهم، تعرف يمكن كل شهر يروح بيت بدل فلوسي إن شاء الله ما حصلها من متى سكر شكلك. سؤال 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 أماني شوفها كان عنده إيكو أوكي؟ فقع عنده بيم انتقد يوم تحصل بتعطيني اشوف بيم صافت برا يوم احصل قلت لك فلوسي. بعدين يوم قصي يطعنون يطلعون في عمان نيوز اوين صار جريمة قتل اكيد بيقتلوك، رجع حقوق ناس واهلي اوين بعدين يطالبوا فدية خليه طيحوا من الدين هذاك الفدية. انت حيوان بعد هذا النوع انا اعطيكم كيف هذا النوع يوم يموت العزلة فل كأن رئيس دولة متوفي فل فل اقول لك حتى الشيخ اظني هذا يدفن يقول ما شاء الله شيت هذا يا اخي محبوب اخر شيء خلي بس يقول اللي شباب اذا حد داعي هذا الرجال يرفع يده كلهم بشيول فوق نحن عندي بدوبي من مغسله كل حد داعي كل حد داعي يا خاف ربك انت والله تطلع من الدنيا شوف الحيوان ها يعني يطلع من الدنيا يطلع من الدنيا يا الله بقى مديون ويخلي دين حلاهله هذاك الديون والله العظيم خلي امي يكدوا عليه يا اخي شوفوا اتقوا الله انتوا هذا النوع يطلب 200 اوكي منك انت بعدين يروح من واحد ثاني يطلب 300 يرجع لك 200 مش 100 بعدين كذا نفس الحاله الى ان تكدس ديون يصير مليون الى اخر شيء نفس ما اخذ لكم يطعنوها معقوقه عند زباله عشان حتى الدكان يصير عشان كم ما دفع معه 3000 2000 طعنوني عشان 2000 الاخت مزنة وين الشخص اللي ما يرجع لي فلوسي اعتبره صدقة وين هذا كلام امي تفضي فيه انا الله فلوسي صدقة اعرف راح اعطي من ما اعطي هذا اعطي صدقة هي صدقة 5000 وين يروح هو يتمتع تايلاند ما تايلاند يعقن في لوليو فلوس تدفع فلوسي انا ما اعتبر صدقة ولا شيء اقول لك من تو انت تسمع بذكر اسمك هذا من ربه ما يخاف على القانون ايه هذا حافظ القانون ما تروح يا الله هذا يعطيك يلا يلا تلفوا بنوبة
والله راح اشتكي. يلا هذا عنده اختراقات. يقول لي بخليه يذلوه في المحكمه. ما يروح تعال ماجي قال 6 استئنافات 7 سنوات وتشوف يروح دايلن بعد بقى فلوسك كنت برجع لك اصلا الشهر الماضي. هذا عاد تعرف متى؟ بعد 7 سنوات من المحكمه. يخبرك كنت بعطيك ترى بعد شهر يعني. لكن لكن واحد قال زينزك زينزك ابلع. هذه الاخت قالت هذا الكلام. اول شيء الله يرحم اختش ان شاء الله، والله يعوضها في الجنه اضعاف واضعاف. هذا الفلوس ترى صح احيانا يقولوا صح دنيا، كان ان شاء الله الله يعوضها يعني في الجنه من زين. وهذا الحيوان اللي ما رجعت فلوس صدقيني هذا النوع ما رد ترى مسلسلات كويتيه ما يكذبوا بعدين خلاص في بيبات وما بيبات بايموتوا في دين وما دفعته عتو ما سويبه من هذاك فلوس قريبة ادب انتي والله. بس ما عليش اول مغرب اخت شيماء مغرب هذا النوع ادعي عليهم في كل صلاة وما تسمع حد يقلش خلاص اعتبريهم صدقة. ماشي والفلوس اللي شليتي اختي رجعي يا اخي رجعي خليه تصدقوا شوية. ايوه والله مو مستفيدة انتي. هنا استغرب كيف اولادي حالهم كذا اكتر من ظلمش حالكم انتي. ايوه من ظلمش انتي الكذابة. ليش ولدي ضايع؟ أمين ليش فلوس الناس؟ أمين ليش ولدي دخل مخدرات؟ ليش ما أولاد ثاني؟ ترى ربك يوم يعاقب لا بطرق. أنت ما لا تظلم إنسان والله العظيم أبدا لا تظلم إنسان في الدنيا والله ربك مستحيل يخلي المظلوم مستحيل. بالضبط عادت والله يرحمها توفت الحرمة بعد. أيوه كيف بترجعي لها؟ رجعي فلوس رجعي فلوسها روح عمرة عليها عمرة هذا تقوم روح عمرة روح بانكوك ما اعرف وين مكة والله. كيف تنامي انتي اقسم بالله كيف تنامي كيف تنامي هذه نام احسن مني ومنك بعد اقسم بالله هذا النوع حيوانات والله مفروض بطني عورها كل يوم مو هذه الحرومة توفيتها هذه انا ما مرفوض سبحان الله استغفر الله الله وحكمته لكن صبري بطيحي طيحة يا الكلب بطلع منها والله انا لا ايه تو لا مأذن بروح اصلي انتي معاهم في الدعوة صبري قلت وذاك صاحب الدان مجدوس حمد